تفضلي. في رمضان. أيوة. في رمضان. أيوة. هل نحفظ القرآن المصحف أو لا قراءة؟ طيب، سؤال وجيه. تسمعين إن شاء الله، هل الأفضل القراءة أم الحفظ في رمضان؟ هذا يعني سؤال يكثر يعني وجوده وصدوره من الناس، والأفضل هو في رمضان هو القراءة، الإكثار من قراءة القرآن. نعم. هذا هو الأفضل. نعم. من أجل يعني تحصيل الحسنات الكثيرة بكثرة القراءة. نعم. وهذا هو داء السلف رضي الله عنهم.